السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربة. اذا فيديو اليوم رائع وممتاز، فيديو من اروع ما يكون. كاين واحد الصحفي يعني كثر بالزعاف، وكل مره الاولى يعني في المره الاولى ما كناش فاهمينه، من بعد خرج دركا ديريكتومون كنا محترمينو افيك تو مي ريسبيلي. بصح بزاف هذوك يفهم درك، يفهم في على بالك دبلوماسيه، صديقي فلان وصديقي صادي وصديقي بالماضي، بصح بزاف ابو طمين بزاف والله غير بزاف. شوف هو يقول باللي من المفروض الندوه الصحفيه ما تكونش بالفرنسيه في ذكرى العربي بالمهيدي، ووطنيه انا وين راحت هذه الوطنيه اللي تشدقت لنا بها بالامس، راك متشدق بزاف بالوطنية، على ما تكلمت الناس على الوطنية في وقت جمال بالماضي الناخب الوطني السابق لما كانت كل الندوات الصحفية باللغة الفرنسية. شوف هذا الفيديو وراح نعطيك هدية من عندي، كادو من بعد نبدأ لك بالفيديو هذا ليك وبعض المهيشرين اللي يقولوا باللي الناخب هذا ما يقدرش يتواصل مع اللاعبين وما يقدرش يتكلم اللغة الفرنسية مع اللاعبين، وعائق اللغه راح ياثر على المنتخب الوطني. دائماً ما تعرف قناه ناطقه بالعربيه، نطلب منك انك تحاول تبذل جهد باش تتكلم بالعربيه هكذا، يعني باش ما نلجاش للترجمه تاع كلامك. هذا هو يعني الهدف، باش يكون بكل وضوح. ربما عندي بس استفسارات، اولا تحدثت مطولا على اللاعبين اللي ممكن يكونوا جدد، وعطيت يعني توضيحات كبيره في انتظار انه يلتحقوا على عوار وعدلي وغيره. قلت بانه كاين واحد ممكن يكون في التربص القادم ان شاء الله، باش نكونوا يعني بالنسبه للناس اللي راهي تنتظر والاشاعات اللي راهي تكون، ممكن يكونوا وضوح اكثر تعطينا من هو اللاعب الاقرب اللي ممكن يكون في التربص المقبل ان شاء الله. تحدثت ثانيا على البرازيل وقلت اشاعه، كان مطروح اسم منتخب غينيا كذا وغانا عفوا في البدايه السيد بالماضي. ماذا حدث بالضبط؟ وفي الاخير بالنسبه لي برنامج المنتخب الوطني بوضوح بعد الذهاب الى وهران، المنتخب راح يبقى بوهران منذ التحقه الى غايه المقابله الثانيه، كيفاش راح يكون البرنامج؟ وشكرا. إشاعة تاع البرازيل، قلت لكم انا اون تو لو كا ما رفضتش هذا المباراه باسكو ما كانتش هضره، سيتي با اوفيسيال، ما كانتش رسميه، ما كانتش ما يافي ريان دو تو، ريان دو تو، سيتي بروبوزيسيون تاع واحد اللي بالك اللي يافي ريان اوفيسيال، دونك يا با بارلي دو Il n'y a pas parlé de refus, par comment on peut refuser de jouer le Brésil si. Non. Donc, il a dit, ou le Ghana, qu'on a rachin le abou ma'hum, ou la ken, houma les. Qui ont annulé. Voilà. Je ne me rappelle plus pour quelle raison, mais houma les. En dernière minute, ça fait deux fois qu'on a cette expérience ma'hum. Ils nous ont annulé cette rencontre. Peu importe la raison, je ne me rappelle plus. على اللاعب اللي راه بوتيتر باغي يجي البروشان ستاج، ما نقولكش اسمه. سيتي كوا لا تخوازيام اوبجيكتيف؟ برنامج باغي نروحو لوهران ا بارتيغ دو 20 و تو نو زونترينمون لابا و لي دو ماتش، سي سامبل كو سا. جمال بالماضي ما قدرش يتكلم باللغه العربيه ولو حتى جملة ولا زوج، ما قدرش. حتى من الصحفي تاع الراديو تاع الإذاعة الوطنية طلب منه هو شخصيا باش يتكلم باللغة العربية، ما قدرش. هنا تقول لي ما يقدرش راهو عايش في أوروبا وعذروه، نتقبلها، بصح كاينة حاجة، ما هو تفسيرك يا أبو طمين لما يكون مدرب جزائري وعربي ومسلم يتكلم إلا اللغة الفرنسية في كل الندوات الصحفية اللي في الجزائر، ولما يروح القناة مصرية في الإمارات يتكلم باللغة العربية؟ وش التفسير نتاعك؟ أين أنت يا أبو طمين؟ وينك؟ على ما تكلمتش في الوقت هذاك؟ على ما قلتلوش يا جمال كفاه يا جمال مع القنوات المصرية تتكلم باللغة العربية وفي الندوات الصحفية تتكلم بالفرنسية في الجزائر؟
احترمنا يا جمال. ما كنتش تقدر تهضر. توفا بيا صم بكم عمي. جاء مدرب سويسري هذا البوسني كرواتي، كيفاش يهضر بالايطاليه وكيفاش يهضر بلغه المستعمر؟ انا ما قلتش اللي يهضر بلغه المستعمر، وهضر باللغه العربيه مع قناه مصريه. ولولا الحقوق الملكيه راح نخلو لكم الفيديو تشوفوا. الله غالب اعطيناك بغير الصوره. وابحثوا اسكو هضر بالماضي بالعربيه ولا لا؟ برك هذا ما كان مطمئن. ابحث شفت كيفاه الدبلو فاس الكيل بمكيالين. با خلاص دوكا مطمئن، راك بنت على عقيدتك صايرك، ما عندك ما تخبي، ما تلعبها لي يوم تصور مع صادي وصديقي صادي وفيلمات الهنديه اللي ما ناكلش منها. انا صايي خرج بها ديريكتومون عليك مخبي روحك، خرج بها ديريكت. قال تجيبو مورينيو ما درتو والو، جبتو خرده. تجيبو غوارديولا جبتو خرده. حضر الحقيقه، قال راني نتابع الكلون وعين خلاص. مازلوش نهضرو كاع حتى كلمه صايي. سما مدرب اللي يتكلم لغه ايطاليه وعنده مترجمه باللغه الفرنسيه، ونقول لكم علاش ثاني مترجمه باللغه الفرنسيه راح نشرحها. هذه عيب، اهانه الجزائر، اهانه الدوله الجزائريه. كما يتكلمش بالعربيه، كما كاش ترجمه بالعربيه. اوكي، ولما يكون مدرب جزائري ومسلم وعربي ويتكلم الا فرنسيه، والمره الوحيده اللي يتكلم شفناه يتكلم عربيه يتكلم في قناه مصريه بوش مع الاعلام الجزائري. اي وينك يا ابو طمين؟ ولا ذاك الوقت توفا بيا توفا بيا. شفتوا كيف انا ما نحبش الظلم. انا بكل صراحه جمع بالماضي كل الندوات الصحفيه اللي دارها، وكنت دائما نهز مقاطع ونترجمها باللغه العربيه. كنت نجتهد كاين اخطاء يعني قليله نحاول اني نتفادى الاخطاء، لكن حاولت اجتهدت ونقلت يعني كل الندوات الصحفيه تاعو وترجمتها باللغه العربيه. من المفروض مدرب جزائري عربي يتكلم باللغه العربيه، لكن احنا انا ما يهمنيش بكل صراحه بنظره يعني حاله نفسيه، يهدر فرنسيه المانيه ايطاليه جزائري مسلم مش مسلم عربي الله يسهل عليه. انا باش نحاسبه نحاسبه في التيران. يهدر الهنديه نفرضه بالماضي يهدر الهنديه الله يسهل عليه. انا واش يهمني؟ يهمني الميدان. هذا واش يهمني؟ هذا في الوقت جمال بالماضي نحكي على نفسي. ما عندي ما تقلقش، انا عادي يهدر فرنسيه والقنوات المصريه يهدر العربيه والقنوات الجزائريه اكل فرنسيه، هذا شغله ما يقلقنيش انا عادي. انا واش يهمني؟ المستطيل الاخضر والميدان، هذا ما يهمني فقط. نروحوا للقضيه نتاع كيفاش مترجمه والترجم فرنسيه هو يهدر ايطاليه. لان المدرب كان هو باغي باش توصل المعلومه اكزاكت باللغه الفرنسيه لانه يفهم الفرنسيه. ما يتكلمهاش مليح، عنده كما نقولوا يتكلمها مكسره شويه، الفرنسيه مكسره تاعو، لكن يفهمها. الفرنسيه يفهمها بيان. لكن اللغه اللي متمكن فيها هي اللغه الايطاليه، يهضرها بكل طلاقه. لكن اللغه الفرنسيه مكسره. ماهوش ما يعرفهاش، يعرفها مليح مليح، لكن الكلام نتاعو ولا النطق مكسر نوعا ما، الفرنسيه مكسره. ما يتقنهاش مليح. وبالتالي طلب باش تكون ترجمة فرنسيه باش يفهم والكلام نتاعو راه يوصل الميساج ولا لا. لان العربيه هو ما يفهمهاش، هاك تترجم له بالعربيه سيدي معليش. هو يهضر ايطاليه والمترجمه نفرضها يترجم بالعربيه. ما يفهمش اسكو الميساج اللي باغيه هو يوصل. اسكو وصل ولا ما وصلش؟ ما يعرفش، ما يقدرش يعرف. ما يقدرش يعرف الميساج اسكو وصل ولا ما وصلش. بصح كي تترجم فرنسيه هو يعرف الفرنسيه، وبالتالي الكلام نتاعو باللغه الايطاليه والترجمه بالفرنسيه على باله بالكلام اللي قالوا راهو نفسه ولا لا، راهو الميساج وصل ولا لا. فهمت علاش الترجمه بالفرنسيه وماهيش باللغه العربيه؟ هذه الاولى. نروح للمهيشرين وزعماء الهيشر وبعض القنوات لا سمح الله على كل حال دخلت في التهيشير، وبعض الصحافيين خلاص عدو غرقوا في التهيشير خلاص صحيح دخلوا في ميدان التهيشير. كيفاش مدرب يعني جيبوا لنا مدرب يهضر ايطاليه وعندنا لاعبين تاعنا كل ينطقوا يتكلموا الفرنسيه؟ كارثه. وسيناريو رايفاتس راح يتعاود، سيناريو رايفاتس راح يتعاود اللي درنا مقابله تعادل مع الكاميرون بعدها تم طرده من المنتخب الوطني، راح يتعاود السيناريو تاع رايفاتس. رايفاتس ما يتكلمش الفرنسيه. دخلنا في حيط، دخلنا في حيط.
إذا الطائفة الهيشيرية والمهيشيرين وبعض الصحفيين اللي دخلوا في ميدان الهيشير ودخلوا عم يغوصوا مليح في ميدان الهيشير، راح نخليك بهذا الفيديو شوفوا وتمتعوا وبعدها نرجعوا شوفوا تمتعوا اسكو هذا لونترينر دخلنا معه في حيط من ناحية اللغة الفرنسية. شوفوا هذا الفيديو. تراتوش ماكسيموم تراتوش نورمال. برافو برافو مارا برافو. خاطي الواحد يشبه له يتكلم اللغه الفرنسيه في حصه تدريبيه مع فريق فرنسي بوردو فرنسي خاطر لا مش هو فوتوكوبي تاعو فوتوشوب ولا صوت اصطناعي ماهوش صوت نتاع ركال اصطناعي هذا. عجبني المصطلحات اللي يستعمل فيها لما يقول لك المدرب ما عنديش مشكله في الفرنسيه، يعني هنا راه يفهم الفرنسيه ومش بالذراع عليه ومش مفروض عليه يتكلم فرنسيه، يقدر يتكلم مصطلحات تقنيه. مش معناها مصطلحات تقنيه، المصطلحات اللي تتعلق بكره القدم، تتعلق بالخطه، تتعلق بالفريق، بطريقه اللعب، بالتدريبات، هذه المصطلحات اللي يستعملها. مادام يعرف المصطلحات هذه مش دخلني هنا يهضر لي بالفرنسيه ولا ما يهضرش بالفرنسيه ولا الكلام اللي فيها باللغه الفرنسيه، ما عندي بندير به. هذا واش يهمني، الميساج والمصطلحات اللي يخرجها بالفرنسيه اللي تتعلق بالجانب التقني، تتعلق باش بالجانب التقني، تتعلق بالتدريبات، بطريقه اللعب، بالخطه، لما يشرحها للاعبين نتاعو يشرحها بالفرنسيه والميساج يوصل وما كان حتى اشكاليه. نورمال الميساج يوصل عادي جدا. هاي واش ربحتوا زعماء العيشه وزيدوا لحقوكم بعض الصحفيين اللي ما هيشرين ولا وكيف كان؟ هاي واش ربحتوا؟ هاي جبت لكم فيديو صوت وصوره مع فريق فرنسي يتكلم باللغه الفرنسيه. ها ها مش عيب، قال لك سيناريو رايفاتس يتعاود من ناحيه اللغه، من ناحيه اللغه ها يتكلم فرنسيه ولا مش هو فوتوشوب؟ عيب 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 كبير رانا فيها. انت قد المدرب على روحك، بصح سيد مازال ما خدمش، انا شيري مدوختني راه مازال ما بدا والو، مازال والو، لا ليست ما دارهاش. هذا وين باب مرتاح؟ هذا وين سالي الكونترا؟ مازال كيدير القوائم ومن بعدها يكملوا زوج مقابلات وديه ومن بعدها تبدا المقابلات الرسميه على الاقل 4 أشهر 5 أشهر نشوفوا لمسه، نقولوا اللمسه. من بعد كي ننتقدوا قالوا غلط في حاجه معليش، بصح سيد ما بداش ما يتكلمش الفرنسيه وسيناريو رايفاتس راح يتعاود وراح ندخلوا في حيط، وواحد قال له هذه جزائر واهانه الجزائر، واهانه الجزائر كي تتكلم مع المصاروه بالعربيه وفي بلادك تتكلم بالفرنسيه، هذه مش اهانه الرموز الثوره الجزائريه والجزائر؟ شفت كيفاه؟ كاين بمكيالين. صعيبة الحقيقة، صعيبة، توجع توجع الحقيقة، توجع ديما توجع. كي نبغيك نلقى لك السبايب، وكي ما نبغيكش ندبر لك أتفه سبة باش نلصقها فيك، كيما راهو يحدث الآن مع صادي ولا رايفاتس ولا ربع غلطة نشدها لك، وكي تعود من حبابنا يا ولدي دير واش دير؟ أهضر بالألمانية وأنت جزائري وما تعرفش بلغة الجزائر ولغة الشهداء ولغة القرآن، الله يسهل عليهم راني معاك. شفتوا كيفاه؟ ايسونسيال، نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات. في الاخير متقانا مع مزمن الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.